الحموش رجعنا لكم لعبة سبا برنسس في شخصيتك. يلا نبدأ. بدينا نحاول نجمع الذهب. أول ما بديت طلعت لي هذا شنو؟ هي قفاز. يا ما أخذناه. يلا عادي هنجمع الذهب. حلوة هاللعبة، انصحكم نزلوها، ممتعة جدا. إذا دعمتوني أكثر باللايكات راح نصور أكثر بهذا الفيديوهات، نستمر أكثر وحطوا هواي لايكات واشتركوا هم بالقناة. يلا هذا المنافس راح يخسر، يخلص قلبي. يلا جمعتني أني. يسرع نقاط. راح أطبل مرحلة الحلويات. واو حلوة هالمرحلة، شوفوا الحلويات. واو راح أخذ هذا اللي يسرع النقاط. أخذته يس. يلا راح أجمع 200. واو نشوف شنو راح أطلع هنا. واو حلو هالمرحلة مال الحلويات. شوف الكيك. واو اجمز. سرع النقاط. اخذت 3 مرات. اجمز. شوف المثلجات. هاي راح توقع، هذا النيل راح يوقع، هاي ما راح توقع، هاي حتى اجمز. واو حلو المرحلة كلش اجمز اجمز. واو راح توقع هاي نقاط، ما راح توقع هالنقاط. قفاز يس، أخذت القفاز ومهم. يلا هنشوف يا مرحلة ذيك. مرحلة السيارات. واو طبيتها، حلوة كلش هالمرحلة. ومغناطيس. واو راح يجيب لي هواي فلوس الآن ما ماخذها. هاي 1 2 3. 3 مرات ومزت. اوه السرعة نقاط. ياي واو جمعت 400، هسه 500. واو جمعت هواي. واو حلوة هالمرحلة، جميلة اللي يسرع النقاط. هواية اخذته. واو يلا خلنا نقمز. هذا الصندوق الكنز يعني، بس الثالث. واو مغناطيس يس، هم هواي طلع المغناطيس يعني كم واحد. راح اطبل مرحلة البوارو. انزل اقمز اقمز. انشر عن النقاط، ما اقدر اخذه بهذا المكان. مغناطيس ما اريد يجيب هم هناك. واو راح اجمع هواي. انشر عن النقاط، قبل شوية راح وهسه اخذته. يلا واو جمعت هواي كلش. شوف ذن التماسيح. واو حلوة هالمرحلة، ما حاخذ هاي القفاز لان يصير بيها اصعب. يلا راح اقمز.
الجمزة هو يجيب من فلوس من الذهب قصدي، والقناطيس راح يجيب لي هواي من الذهب. وعبرت المرحلة راح أطب مرحلة القطارات. واو صار شوية سريع بيها. واو راح اجمع الف، راح اجمع الف. واو اذا ما خسرت ما بنعطيش بعد، وجمعت الف. واو جمعت هواي اكثر من 100. ما راح اطبل على المرحلة لان راح اعيدها مرة ثانية، بس ما راح اطبلها. واو يلا اقمز اقمز. واو انزين ما خسرت، سيع كلش. هي اخذت القفاز، لا ما راح تهمك، كان عندي المنافس بس ما جاب لي. صندوق الرابع يس. مرحلة الغابة. واو حلوة هالمرحلة مع الغابة. واو صرنا نقاط. واو اخذت كل شوي. يلا تنوخر عن العقبات. واو بسرعة نقاط بعد اريد اخذه. واو يلا ارجع روحي. واللي هنا خلصت حلقتنا، ولا تنسوا لايك واشتراك بالقناة، ومع السلامة.